بهدف إنشاء جيل قرآني واعد، شعبة المحافل القرآنية التابعة لمركز القرآن الكريم في العتابة العلوية المقدسة تختار الطلبة المتميزين لإقامة الختمة القرآنية اليومية لفئة البراعم، والتي تختلف عن سابقها من المحافل القرآنية بإشراك قارئ واحد فقط، فضلا عن تهيئتهم للمشاركة في المسابقات والمحافل القرآنية المحلية والدولية. احنا اليوم جايين نقرا الختمه البراعم المبراعم واحياء البراعم القرانيه، ان نقتدي بالقران الكريم وان نحفظه والثبات على الكتاب القران. أني اليوم جيت أقرأ هنا القرآن في بجوار أمير المؤمنين عليه السلام، وأنصح كل الذين بعمري وأكبر مني أنه يقتدون بالقرآن الكريم. وقال الملك بعد التجربة التي خاضها مركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة في شهر رمضان المبارك من إقامة الختمة القرآنية لفئة البراعم، شرعت شعبة المحافل القرآنية التابعة لمركز القرآن الكريم في العتبة العلوية المقدسة بعد إجراء اختبارات للطلبة ومتابعة ذويهم بإقامة هذه الختمة بحلة جديدة. هذه الختمة امتازت عن باقي الختمات بمشاركة قارئين فقط، كل الختمات المعهود عنها مشاركة 4 قراء، هذه الختمة كما ترون هي مشاركة قارئين فقط لجزء كامل يوميا. هدف هذه الختمة هو إنشاء جيل قرآني. ولما